بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان دعم البحث العلمي. البحث العلمي ميدان خصب ودعم لاقتصاد الدول وتطورها ورافعة لتحقيق رفاهيتها. اليوم أصبح البحث العلمي ركيزة أساسية في معالجة الإشكاليات لا سيما البيئية منها، واللي تفاقمت مع تطور أنماط الإنتاج والاستهلاك. دور البحث العلمي والابتكار ما كينحصرش فقط في الإخبار بما يترصد المحيط من أخطار، بل كيتعداه بتقديم نماذج علمية وعملية وحلول قابلة للتطبيق من أجل حل أو تفادي إشكاليات بيئية، كإيجاد حلول بديلة وابتكار تكنولوجيات جديدة مثلا في مجال تثمين بعض النفايات وكذلك بعض مخلفات المنتجات الفلاحية اللي تبث ضررها على الأرض والماء كمخلفات الزيتون وإعطائها قيمة مضافة. البحث العلمي عنده دور كبير في حل إشكاليات بيئية كثيرة من خلال الابتكار في ميادين تكنولوجيات الإنتاج النظيف واختراع آليات وطرق عملية وفعالة كتساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد الطبيعية. يعني أنه كيمكن تحويل التحديات البيئية لفرص للاستثمار والاقتصاد الأخضر. شنو هي الخطوات اللي خطاتها الوزارة في تشجيع مجال البحث العلمي؟ انسجاما مع مقتضيات الدستور وتبعا للقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة، كتسهل الوزارة على دعم البحث العلمي والابتكار لإيجاد حلول ناجعة وفعالة لإشكاليات بيئية ذات أولوية. لهذا خصات 5 مليون درهم برسم سنة 2014 للتطهير، و 5 مليون درهم أخرى برسم سنة 2016 لمشاريع الحد من مخاطر التغيرات المناخية والتأقلم معها. هو كذلك حافز لتشجيع الشباب في تبني هذه الحلول وبلورتها في إطار مقاولات كتخلق مناصب شغل بمعايير تحترم البيئة والتنمية المستدامة. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.